وانزله على اليوتيوب. امبارح صراحة فورا خلصت ورحنا على غفر مباشرة. طيب هي بسجل وهي كاميرتي بسجل. يا نقول يا ده. عادي افتحوا المايكات بشكل مؤقت، بس انه اذا كان في ضجة يريد تفصلوا، فعادي لو كانت المشاركة مباشرة. هنا اشكال جميل، دائرة بالنص. لساتنا عم نرجع للتوازن المتماثل حبايبي، يعني هنا ما في حركة انا اتفرج عليها، ما في غير النص اليمين مماثل للنص الشمال، دائرة بالنص، كل شيء بالنص، شكل ثابت جميل متوازن. اما هون في حركة، يعني انتم شايفين عم نتحرك باتجاه معين. ايش هاي الصورة حلوة، خليني الغي اللون البنفسجي اللي فيها. تمام، هون الخطوط لتحت عبارة عن مستطيل. هلا بالسوبريماتيزم لا يفضل يكون في اشي اوت اوف فوكس هيك مغبش، بتفقد الاشكال شكلها، بتبطل شكل يعني. تمام، زي هاي خطوط حادة، طلعوا هاي حلوة، هاي زي صورة البارة. اليوم بدي اسألك، الكاميرا مفتوحة عندك؟ ايش هو؟ الكاميرا احنا موجهنا مبين عندك؟ لا مش مبين. طيب اليوم بس سؤال سريع، كيف حولت على السريع او شو الاختصار للبلوك؟ كنترول شيفت زائد يو، كنترول شيفت يو على اي صوره بقلبها ابيض واسود. طيب هاي شايفين بس الخطوط اللي فيها، يعني هون عندي مستطيل واضح معالمه، وهون نفس الاشي مستطيل، هذا الوزن اكبر شوي من اللي هون، هذا اطول. جميلة، غريبة، مش متماثلة، فشوي مختلفة عن الصور المتماثل، النص اليمين زي اليسار. شوفوا هاي مثلا لما صورها من الزاوية تحت حلو، بس هذا ما يلو داعي لهم، بعرفش لو قصيناها اكثر خليناها زي هيك، خليها بس شكلين وخلص. هانا اللي هذا الشكل خلاه فاضي، ممكن مع اللي هون هيك، ممكن في اصوات، انتبهوا المايك حبايبي. شو هاي حلوة، يعني هاي الجد لو بنفرجيها لحدا ما بفهم ايش اللي بنعمل، راح يحكي عنها باين، بس جد بسيط. طلع دوائر جميلة، دائرة كبيرة، دائرة صغيرة، ايش هاي؟ مين اللي مصورها؟ مع مستطيل. جميلة. ايش هاي؟ لعبة؟ لا الصراحة اجاني تصوير مباخر، فاستغليت الموضوع انه صافي لصالح الزبون. ايش هاي؟ اصور له من تحت وصور. مفخرة هيك. جد؟ قريبا. هي مفخرة، هدول اللي بيجوا مع اسلاك واشياء. بس تعالي بدنا نحسب الوزن. طلعي. اوكي كل الصورة صح، انا حسيت انه الدائرة صح. تمام، فبدنا نغير الزاوية مثلا، او لانه هذا سكني فاضي وهذا ابيض فاضي، فوزن الصورة كله رايح لهي النقطة. اذا بدك تمشي على قاعدة الثلث على الاقل، لانه هاي مش على الثلث. اذا بدك تمشي على توازن الثلث، خلي الدائرة لهون مثلا، عرفتي؟ او انه خطوط تأشر عليها. بس حلوة يعني اشكال، هاي سوبريماتيزم. تمام، هاي اشكال حلو، أشكال عم تمشي لهناك، حلو، بسيطة، أشكال حلو، ما عندي أي تعليق. هاي حلاوة السوبرماتيزم إنه أو التجريد، شكرا، ما في فكرة أو معنى، شكل حلو فقط. جميل، إيش هاي؟ شو هاي، ورقة يعني ولا إيش هاي؟ مش عارف صراحة. لا مخدة تخت. مخدة تخت، بس كيف طالع هيك؟ في هيك تصميم أصفر تفصيل. أوكي رهيب. جميل، غريب، بس شكل يعني أنا عيوني فورا لقطة دائرتين وهذا الخط. تمام، هي بتيجي دوائر، 8 دوائر جنب بعض زي هيك. غريب صراحة، إيش هاي؟ انتبهوا للهستوغرام، طلعوا فاضي الهستوغرام، خليني أصححه. هسا بلش يطلع صوب، هذا ممر بمكان. أوكي، هاي سوبرماتيزم.
بس الشكل اللي فوق كتير أكبر من اللي تحت. ممكن بتوازن يعني لو بدنا نحسبها، أنا بسطتها عيني أخذت هاي الكتلة ككل واخذت مثلث كبير فوق ككل. جمش حلو حلو مش متماثل حلو. أوه من وين جبتوها هاي؟ هاي إيش تصميم سجادة ولا وول بيبر حيط تلزيق؟ حلو هاي أشكال خلاص، خطوط نقاط تجريد، واللي هو الجزء من التجريد اللي هو السوبرماتيزم اللي احنا بنشتغل عليه. جميل، انتو فرق شاسع جدا. طلعوا كيف قلنا، اوه حلو، كيف كنا قبل اسبوع. مين الحدق اللي عمل هاي الصورة؟ انا مهند. مهند حلو. بس احذر ايش هي، احذر ايش هي، ايش ده احذر؟ خلاص حلوة. ايش هاي ما بعرفش، دائرة نص دائرة. لا اللمبة مكسورة. لمبة مكسورة. لمبة مع الثري تبعتها مكسورة بالنص. فكعملت شدوا النهاية. جميل. يعني تخيلوا جد جد مش مزح. تخيلوا تدخلوا معرض فيه هاي الصور كلها سوبرماتيزم. لكن بالآخر توصل لصورة سوبرماتيزم بس بسيطة. هاي فكرة المربع الأسود. خلاص فجدة صورة قد ما هي بسيطة حلوة. عرفتوا المبدأ؟ فأنا عيني أخذت الدائرة اللي هون كملتها مع أنه ظل جدا خفيف، وهنا في النص القمر الكثير جميل أسود جدا غامق. هذا الإشي لو طلعته هذا السكن يخليه يطلع هذا الظل، خليه يطلع. هات أطلع السكن أشوف إذا لسه في معلومات والصورة مثلا، عرفت؟ لأنه هون صار في وزن للدائرة بالفراغ تاعها، وبدي أخلي اللون الأسود أسود. نعدلها. طلع الفوتوشوب مش متعرف على الحواف اصلا. يلا مو مشكله، بس اظن وصلتك الفكره. خلي السكن اللي هون يبين، خليه عنصر ثالث بالصوره. جرب. حلو، هاي فيها حركه خطوط تمشي باتجاه معين. جميل، صرتوا سريعين جدا. اتوقع صارت عمليه البحث اسرع بالنسبه لكم صح؟ للجميع، لأنه واضح الفرق. طلعوا صرت ماشي 12 صورة بوقت قصير كثير. جميل، هون الفراغ، أنا عيني أخذت الفراغ اللي هون. الفراغ يعتبر شكل كمان، حرف التي. بس إيش هاي كمان؟ هاي غريبة. هذا الإشي أوت فوكس اللي هون مخرب شوي. شكل بسيط جميل، مجرد من الفكرة. اوكي حلو. هاي كمان، هاي تعتبر تجريد مع اشكال هندسيه. ايش هاي، مخده او كنبال؟ لانه شكل الظلال اللي هون غريب. مين صاحب هاي الصوره؟ هاي حلو كمان، زي هيك خطوط، خط خط، مثلث مثلث خط. جذبه، حتى انا بلشت اشوف العالم غير. انا في فوتوشوب صح؟ مستحيل يطلع هذا الشكل بدون تعديل. ايش هاي الصورة؟ مين صاحب هاي الصورة؟ غريبة، مش عارف شو هي صراحة. بس لا، هاي مربع هون، هذا المربع وجهه لورا، هذا وجهه لورا. ايش هاي؟ ما بعرف شو هي صراحة، بس العين مش ماخذ الفراغ كثير لهون، ماخذ الشكل لهون، الشكل لهون تقريبا متوازن. نحكي انه متوازن وشكل جميل. شوف اوكي، بدل ما يخليها متماثله زي هيك راح لفل الصوره على اليمين. اسحب هاي الصوره تزبط، بس هاي بتصير متماثل من فوق وتحت، يعني ما هي اذني وي اذني صارت. بس كل هالخطوط عم بتاشر ل هاي النقطه اللي هون، خطوط ارشاد. الصوره متوازنه حتى لو يعني الكتله اللي على اليمين مساويه لليسار تقريبا، بس بتاشر كلها لهناك. ايش هاي؟ حلو، هاي بلاي ستيشن صح؟ بس احنا مش شايفينه بلاي ستيشن، احنا شايفينه عبارة عن اشكال هندسية. حبايبي شاركوني انتو عم بتشوفوا اللي انا شايفه ولا لا، بس مشان ما شايفه. انا اول شي فكرت الاهرام اصلا. ايه؟ زي الاهرام اول ما لمعت الصور. يعني خلص صرنا نطلع اشكال. قال لما دققت كتير ممكن باين جبل. ايوه مثلث هنا.
مع مثلث هون ممكن تعمل روبوت بيصير رسمي جبل وشل مع شمس. استنى اضيف هون نقطة سوداء استنى اضيفها ولا تحطها في بالك، بس مشان نوازن الصورة لانه في اسود هون كثير قوي خليها نعطيها ابيض ودائرة كبيرة زي هيك. بتحس انه حسب الاتجاهات بتشوفها اكثر من شكل. صح طلع هي عملتها هون الدائرة بيضاء، او حتى بلاش بيضاء خليها سكني فاتح زي هيك. لا سكني فاتح ملوش وزن، خلينا زي هيك سكني فاتح كثير صارت زي لوحة زي جبل. صارت زي أيقونة الإيمج من ويندوز. صح أيوة شكرا صحيح. حلو حلو حلو، كيف بلشت تشوف الدنيا من منظور ثاني. هاي أبستراكت، هاي مش سوبرميتزم، هاي ما فيها أشكال هندسية واضحة، هاي صورة بتزبط خلفية لكن الأشكال غير واضحة. هلا ممكن نوضحها عن طريق شوية فوتوشوب، نجرب زي هيك. لا حتى هون ما في أشكال واضحة بالصورة ما فيش شيء بالصورة بنقدر نطلع منها أوتلاين 100%. صح يعني واضح الفرق بين التجريد وبين السوبريماتيزم، بين الستايلين صح، لأنه هون ما في أشكال تقرأها عيني أنا بالصورة، بس هي تعتبر تجريد، ما فيها فكرة ما فيها معنى، صورة جميلة خلفية للتليفون. بالمقابل طلع هاي حلوة مش متماثل، لأنه النص اللي تحت تطلعوا فرق، النص اللي تحت ليش ما في خط أحمر اليوم، النص اللي تحت مش زي مش جاي زي هيك. فاهمين المتماثل والغير متماثل صح؟ يعني المتماثل إذا لفيته المفروض يظل زي ما هو. المتماثل يكون الجهة اليمين واليسار في الشيء صح؟ متطابقات تقريبا. يعني زي هيك بتصير، بدل هيك بيكون نسخة عن بعض. أما غير متماثل بيكون إنه النص الثاني نفس الوزن بس مش نسخة عنه. فهاي غير متماثل بنسميها. بس متوازنة منيحة ما عندي مشكلة، مع إنه هاي الكتلة الأكبر اللي هون في عنا هذا الخط، لو ضفنا خط أسود طلع شو ممكن أعمل. مع إنه أنا بحكي ضفنا يعني على الفوتوشوب، بس كصورة مستحيل تعمل هذا الإشي. بس لو ضفنا هذا الجزء مثلا هنا مشان تصير متوازن. عرفت شو اللي عملته؟ فهمت شو اللي عملته هون؟ لأنه كانت الكتلة اللي هون أقل بكثير من الجهة اليسار ولتحت. عايزة خط واحد غير الصورة كلها صح؟ الوزن الوزن صار بالنص، بطل رايح لليسار أكثر. بس كثير هذا التحدي كان صعب بالنسبة لنا، يعني صعب نلاقي إشي كل إشي مكانه متوازن كمان. يعني أنتوا أصلاً عبين ما تلاقوا الإشي وعبين ما تأخذوا زاوية إله تكون حلوة وعبين ما تدوزنوا الصورة زي هاي مين أصور هاي الصورة؟ هاي حلو، ممكن نعتبرها مينيمال فاضية من هون، بس أعمل زوم. يعني فكرة السوبريماتيزم بدنا الأشكال مش الفراغ، الفراغ الكثير كبير شيك. خلينا نعمل زوم مثلا زي هيك، أو لو ناخدها خلينا ناخدها هيك بالعرض وزي هيك، لأنه فكرة السوبريماتيزم إحنا بدنا نركز كمان على الأشكال، على الحركة اللي بالصورة. تمام، فهاي هاي تطلع الفرق. هاي ممكن ناخذها صورة سوبريماتيزم، فيها خطوط مستطيلات مثلا، حتى الفراغ اللي هون هذا شكله غريب شوي غير منتظم، بس اللي قبل كانت كثير فاضية، بدنا ننتبه لهذا الاشي. تمام، هاي تاعت الباب صح؟ مكان الباب. بس حلو خطوط، طلع مخي كيف لقى يعني هذا مستطيل، بعدين في عندي هون مستطيل، بعدين ثلاث دوائر. الله يسامحك يا محمد موسى جننتني، وهاي كمان خط. جميل، للتأكيد يا حبايبي أنا قعدت فترة طويلة جدا لقدرت أقرأ هاي الأشكال، بعرفش مين السبب الله يسامحه، بغض النظر اللي عقدني، بس لما قعدت مع محمد موسى ذاك النهار بعد فترة طويلة أدركت قد هالإشي جميل. طلعوا هاي الصورة، هاي سلم أو كرسي، طلعوا الظل، يا الله رهيبة. بتحس حالك بعالم ثاني، يعني انت بتكون تحكي اشياء وناس بتطلع عليك انه ايش فيه وايش بتحكي. صح؟ هاي صح 100%.
بجد؟ لو نحن هاي لو هنكتب الهندسة بالتصوير كل أحكي بيني وبين حالي. شكرا. هون بدنا ننتبه إنه الوزن كله رايح لليسار أكثر إشي بالصورة. يعني كثير الكتلة رايحة لليسار هون. ممكن حاسه فاضي من هاي الجهة بدي الحين. خليها زي هيك. الفراغ الكثير كبير هون ما كان له داعي. هاي تجريد مع سوبرميتيزم ممكن ممكن نعتبره سوبرميتيزم بما انه مخي بلش يقرا اشكال وخطوط ونمط. هاي جميله بسيطه. هاي بتزبط خلفيات للوجو لتليفون لكذا. حلو تمام. هاي توزيع متماثل بس قلنا نبعد عنه خذوها بزاويه ثانيه لانه المتماثل ما فيه حركه ما فيه شيء تدور فيه. خلص واضح نص يمين مماثل لليسار. هاي بدها اكسبوجر الصورة الهيستوغرام. الهيستوغرام كثير واطي. اوكي هيك صح. هي عبارة عن ثلاث مستطيلات. هاي خط هاي مستطيل هاي تكستشر هاي جميل. اوكي اوف اوف هاي غريبة. هاي كيف مين صورها كيف لقطها هاي الزاوية. طلع السلاك هاي من السطح مع دائرة هون. جميل. في ناس سألني انه يا ليو ضروري احنا نصور بالابيض والاسود. لا عادي بتقدر تصور الوان اذا بدك بس لما تلغي الالوان هيك بتساعد اكثر انه نركز على الاشكال بس اللي بالصورة. شايفين الخطوط اللي هون ولا لحالي شايفهم؟ شايفين هالصورة كخطوط سوبرماتيزم؟ هي خطوط ليو حاولنا نصور بألوان بس كانت صعبة كتير أكتر أصعب من إنه يكون أبيض أسود. الأوزان كتير صعبة للألوان خصوصاً بأشياء موجودة يعني مش إحنا نرتبها. بيعتمد على الخلفية كمان وعلى تقاطعهم مع بعض. يعني مثلاً الأحمر من أكثر الألوان اللي بنلقط على مسافات كثير بعيدة بس لو خليناه جنب لو خلينا خلفيته أزرق راح يخف وزنه راح يختلف وزنه. لو خلينا خلفيته حمراء زي هيك راح يصير وزنه ما راح يكون له وزن. فمشان هيك الألوان شوي صعبة. راح أجهز لها فيديو إن شاء الله بعد فن التأطير. أنا مجهز فيديو بس كمان لما أنت طلبت مني أنه نصور بإيش يكون مكانه صعب أنه نطلعه بألوان مثالية وشكل متوازن لأنه إلا ما تكون زاوية فيها غلط فبنخفيها بالأبيض والأسود. ممكن 100% صحيح. بس هاي أنا بدي نركز على هاي الصورة لأنه أتوقع وصلنا مرحلة إذا كلكم قادرين تقرأوا اللي بحكي عنه. يعني أنا عيني مش شايفة أسلاك ومواسير. أنا شايفة خط شايف هنا كان. خط هون خط هنا دائرة أو خرابيش هون خط مع دائرة لون سكن. وإذا قادرين تشوفوا مثلث اللي هون الفراغ اللي هون مع المربع اللي هون هاي الأشكال الجميلة ما إلها معنى صح. الصورة لكن خطوط هاي سوبرماتيزم ممكن نعتبر بس حلوة. حلوة طبعا حلوة متوازنة. يعني لو نحسبها الكتل اللي على اليمين مع هذا الصحن كله موازن للسلك الغامق اللي هون مع الخطوط السوداء اللي هون. جميلة الزاوية. مش عارف أخذها بالحظ. مين صاحب الصورة؟ قديه قعدت وانت بتدور على زاوية منيحة؟ في حدا بعث على الشات حدا يحكي لي ايش اللي انبعث على الشات مش قادر افتحها. هذا كاتب انا بس شو الاسم؟ كتير اخذ وقت ما بعرف اسم HBD ماجد درويش يمكن مش مكتوب اسم مكتوب احرف. طيب كاتب يس ماجد درويش حلو يعطيك العافية بس اكيد اخذت منك وقت للقيتها الزاوية. هلا هاي ممكن نعتبرها سوبرماتيزم؟ لا صراحة لانه جدا جدا فيها عدد كبير من الاشكال. فهي نعتبرها ابستراكت مع كريستالوغرافيك بس مش سوبرماتيزم. الاشكال اللي فيها كثير صغيرة مش قادر العين تلقط فيها عدد كثير كبير من النقاط فتعتبر ابستراكت مش سوبرماتيزم.
هاي سوبرماتيزم يعني، طلع زاوية الباب هاي في المطبخ كأنه. بس هاي مخي فورا قرأها، عيني مثلث مع مثلث من هون مع الأبيض اللي هون، هاي جميلة. أنا أتوقع اللي صور هاي الصورة يمكن إذا حدا من عيلتك كان يطلع عليه كان يفكرك تتهبل أو انجنيت. أنا صراحة أس... بابا بهدلني. إيه؟ بابا بهدلني قال له شو بتعملي؟ هاي إلكو؟ أنتوا صورتوها؟ آه. حلو. آه. صح أنا حلو صراحة. يعني قارئ الشكل اللي فيها جميلة. في كمان مربع شايفه. مربع اللي فوق قصدي. وفي خطوط الباب كمان ممكن، وفي مثلث في الخيال. هلا خطوط الباب، اه هي المثلث هون. تمام حلو، بلشت تشوف الاشياء ممتاز. بس الخطوط وزنها مهمل لانه سودا على خلفيه سودا ف هي مش مبينه كثير. 100% هون. ايش هاي؟ هذا ضوء شمس وشباك، لهيك انجنيته رسمي. اوكي. وتطلع فيه ثلاث نقاط. مين ايش هاي النقاط؟ ثواني. اوكي يعني حتى الثلاث نقاط مع انهم صغار لهم وزنهم شوي. هذا الشكل المستطيل اللي مايل. تمام. هاي سوبرماتيزم، اشكال هندسيه. جميل جميل جدا ما شاء الله عنكم. هاي في بداية اكسبوجر. كثير الاكسبوجر. فاهمين موضوع الهستوغرام متى بحكم انه فاضي او لا؟ اشرح لكم اياه، في حدا مش فاهمه؟ بتكون الصورة باهتة. ما فيها تفاصيل. لا هلا الهستوغرام اللي هو اضاءتها غلط بتكون. فانا لما يكون عندي الهستوغرام زي هيك البيانات فيه لليسار كلها، معناته انا ما عندي اضاءة كافية بالصورة. فشو بعمل؟ بعطي امر للفوتوشوب زيد لي اضاءة الصورة ككل، فبرجع بوزع لي الهستوغرام عليها كلها. هاي الصورة مثلا بعطيه امر بدي تزبط لي إضاءة الصورة ككل، فهيك بفتح الهستوغرام. هاي قبل وهي بعد. اليوم بدي أسألك، في ثلاثة بالكاميرا نفسها من التليفون يكون الهستوغرام فيها واطي؟ ما بعرف، هذا فلتر إنه بدك تطلع الصورة من إضاءتها ضعيفة، ما بعرف ليش. إذا بدك تبينها عتيقة أو فينتج إضاءتها بتكون أخف من الطبيعي. يعني مرات يكون فلتر من نفس يعني ممكن إنه نستخدمه. ممكن بس لا يفضل، لانه طلع الصوره كانت كثير غامقه هون، ما ضايعه تفاصيلها. حرام. هيك احلى. هاي حلو. السوبرماتيزم متوازنه، طلعوا العمود اللي على اليمين موازن العمود اللي على اليسار، الوزن الخفيف اللي هون. جميله بسيطه. مش عارف عيني اخذت الفراغ اللي هون زياده لو تعبى بنقطه او بظل او بإشي، لانه في كثير اشياء على اليمين. بس ما عندي تعليق ثاني، بس جميله حلوه. هاي سوبرماتيزم. اوكي ماشي، خطوط مايله تمام مع الاشكال مع الالوان. يعني شوفوا الالوان المكمله لبعض، اللون الازرق مع اللون اللي هون، هاي الوان مكمله اللي هو شبه الاصفر هذا. تمام جميله غريبه سوبرماتيزم كمان. هلا ليش بنخليهم ابيض واسود؟ طلعوا بس تتحول ابيض واسود خلص، عيننا بقرا اشكال فقط من غير الوان. فمشان هيك مرات الناس بحولها لابيض واسود بس، يعني طلع الفرق بين هاي وهاي. لا يعني انه هذي غلط، بالعكس حلو. هاي سوبرماتيزم. اوكي بس كثير عدد النقاط اللي الشحطات اللي فيها، بدنا ننتبه. جميلة وفيها حركة. طلع يعني هاي لو تصورت بشكل متماثل خلاص راح تكون ممل شوي، لكن لما نميل الخطوط وما يكون متماثل الصورة، متوازنة غير متماثلة، بيكون فيها حركة، بتكون أحلى شوي للعين، لأنه عينك على قلب تصير تتحرك من هون لهون، خلاص ما بتركز بس بالنص. جميل. مع أنه ما بفضل الأشياء الأوت اللي فوق، أوت فوكس اللي هون، فلو نقصها زي هيك وخلاص. طلع لو تدخل هاي بمسابقة وخلاص. إيش هاي؟ هاي اللوح ولا إيش؟ هات نقلبها أبيض وأسود نشوف من غير ألوان. هاي قبل سوري، هاي بدون ألوان. احلى مع الوان كانت، كل لون له وزن وبيجذب العين بطريقه مختلفه. هيك خلص صار كله مصمت وما في غير خطوط. هاي ممكن سوبرماتيزم اكثر من هذيك يعني. قلت لك راجع صورتي ولا لا؟ ايش هي؟ ايش حبيبي؟
عصر عفوا ليو بالغلط حبيبي، انا هسه دخلت يا قلبي، انا اسف لا تاخرت لا شوي. هاي اطلعوا هاي الاشكال اللي فيها. اوكي ايش هاي، من وين بتجيبوا هاي الاشياء؟ ايش هاي اسمها، ايش هاي البيت سور تكستشر حجاره مستحيل تعرف شو هي. اتوقع انها طاوله وهذا اللي تحت دور بحسها مفتاح. جميل طلع الشكل رهيب. بصير حابب انت المصمم لا تقولي لي بدك شيء هون كمان. نطلع عندك الفراغ. طلع الفراغ صح، بدك نقطه صغيره على الاقل هون. طلع شو خلص يعني تطلع هاي بس تقلبها هناك. طب هلا انا ما راح اقدر اجيب بالتصوير ليه بالطريقه يعني، كنت راح بعدتها شوي بس ما طلعت حلوه هيك. الزاويه هاي كتير احلى ماشي عرفت يعني. عارف وحده هون هيك حلو، شكل غريب صراحه. هي حتى الاسود هي فاير بليس. فاير بليس حلو اللي بتنحط على الطاوله. جميل جميل نشوف هاي ايش معروف. ايوه درج اوكي. هون ما فيش ظلال وفواتح كثير، الانستغرام راح يكون اقرب للنص. ايوه بس بدي اضبط الانستغرام مشان اعطيها حد اكثر للصوره يعني. طلعوا قبل كانت باهته ميته وهي بعد ممكن نعتبرها مستطيلات، بس وين الفكره انه هون الخرابيش اللي جوا او التكستشر النسيج ماخذ العين اكثر من الخطوط. الخطوط هون كثير نحيفه، نقدر نعتبرها تجريد وسيكونتزم ممكن خفيف يعني. بس اللي فيها ولا اشي خلصنا. قال اوكي جميلة، بس هاي كمان لا تعتبر سوبرميتزم، لسه ما فيها اشكال كثير يعني كثر النقاط. ما في غير شكل واحد يمكن، بس هذا الخط اللي هون المستطيل يعني. بس يعطيكوا العافية، يعطيكوا العافية ما شاء الله. شايفين الفرق؟ مين اللي بدي يرجع على صورته؟ اي واحدة اي رقم استنى. مين اللي دخل جديد نشوف صورته؟ او اذا في حد بلال صورته الظلال هيك ايش؟ رقم 21 كانه كلهم 21 بس الظلال ايش؟ استنى اكبر لك. ما بقدر اعمل زوم من مشكلة ديسكورد. وصف لي اياها، استنى خلني العب هاللعبة وصفها وحات نحاول ندور عليها. طيب تمام. هلأ هي في بقع الضوء من على الجهة اليسار، والظلال انت بتفكرها لمسننات او هيك اشي. عرفتها هي رقم 15. نعم هي هي جميل. قلت لك انت بدل ما تخليها متماثلة يمين بيسار رحت لفيت الصورة فصارت متماثلة من تحت وفوق. اول ما وصفت عرفتها. تعرفوا اسمع حدا يوصف لنا كمان صورة نجرب نرجعها نرجع عليها. بس حلو حبيبي هي متوازنة، قلت لك انه اسود وكلهم بيأشروا لهون متوازن الصورة جميلة. حسنا هذا مشط. مشط؟ الأبيض ولا الأسود؟ لا فعليا مشط أبيض وضربت من وراء فعطى هذا الشكل الغريب. حسيت أنه الأشكال الهندسية جد يعني شكلها غريبة. هو ما عملك شكل المسننات تاعية المشط جدا غريبة فطلع هذا الظل تاعها. لا بس جميلة جميلة صراحة. حلو طيب هات نجرب كمان صورة. حدا يوصف لنا صورة نرجع لها نعرف ايش اكثر صورة. استنى شوي، ايش اكثر صورة انطبعت بدماغكم بتتذكروها من الاربعة وثلاثين واحدة اللي هون؟ اكثر واحدة انطبعت براسكم جاي بشكل الاهرامات. شكل الاهرامات في صورة اسلاك هاي واحدة. ايهاب انا برايي الملون اللي كان فيها المربعات. الملون اللي فيها مربعات حلو. اوكي مين كمان اللي فيها دائرة اللي حطيت عليها عشان تصير متوازي، حطيت عليها عمود على الجهة اليمين. اللي حطيت عليها عمود على الجهة اليمين حلو. اوكي عرفته. هاي الدربزين اللي مع الحلقة اللي بالنص. اللمبة المكسورة كمان حلوة. ايش هي اللمبة؟ بسيطة. انا الاهرامات هاي اللي حطينا عليها شكل الشمس هاي زي اقونت الويندوز كمان حلوة صراحة رهيب. يعطيكم العافية اشي جدا جدا جميل. في حدا عنده اي تعليق قبل ما انهي عليهم؟ واكيد السلم تبعي. اي سلم وين هاي؟
ولا جميل كمان جميل يعطيك العافية. بس أنا بدي أفرجي قديه طورته. متذكرين كيف بلشتوا قبل أسبوع؟ قديه الموضوع كان صعب، شوفوا وين وصلتوا. المرحلة السادسة عبارة عن تصوير اللي هو نسميه conceptual art، واللي هو الفكرة أهم من الصورة. التحديات القادمة راح تكون هي أصعب مرحلة، لأنه راح يكون فيها فكرة ورسالة، مش بس شكل حلو وصورة حلوة وفينتج ومنتجات وتفاحة وخلص. في رسالة بالصورة بدنا نوصلها، وفي فكرة وفي مبدأ أهم من الصورة بده يكون. لكن هذا الكونسبشوال ارت هذا بشكل عام، لكن احنا لمرحلتنا السادسه بهمنا نركز على جماليه الصوره. راح يتم تقييم جماليه الصوره وتوازنها وتكوينها والى اخره والابداع اللي فيها، لانه هذا الاشي جدا جدا صعب وفي منافسه جدا عاليه. راح يكون في يوم تحضير وفي يوم تصوير. راح يكون مطلوب منكم يعني بكره تنزلوا بين الساعه 6 للساعه 7 بس رسم عن الفكرة اللي بدكم تصوروها وتعملوها. يعني بكرة ما رح ينزل صورة، رح ينزل سكتش، انه والله يلي وانا مفكر اعمل كذا، بدي اكتب هاي الجملة، بدي استخدم هاي الالوان. هذا الاشي بنسميه ستوري بورد، هاي المهارة. فلازم تعملوها. بدكم تصوير، بدكم تصميم، بدكم فوتوشوب، ما في مشكلة، كل الادوات متاحة لكم. اوكي، بس الا الذكاء الاصطناعي اذا اكتشفتوا يا ويلكم، هاي فيها اقصاء مباشر. هل رح ننزل ستوري بورد كبوست؟ نعم صحيح. يعني بكرة ما رح تنزلوا صورة، رح تنزلوا سكتش رسم، حتى لو خرابيش جاج ما عندي مشكلة، بس على الأقل كاتب لي أنا بدي أحط مثلا لمبة هون عليها ضوء أصفر وفي هاي الجملة وفي حجرة جوا اللمبة. خطصيني عادي، يعني على أساس أنه أنا اللي محترف. بس شو فكرة الستوري بورد؟ رح تريحك كثير لما تيجي تطبق ثاني يوم. فهون المبدأ تاعها أنه إحنا نركز على الفكرة والمبدأ أكثر بس من عن الصورة. عادي لو غيرنا رأينا عن الستوري بورد، لا بدكم تلتزموا فيها، فمشان هيك بدكم تعطوا التفكير حقه. وصلت الرسالة اللي بهاي الصورة؟ خليني أكمل، بديش أخلي الفيديو طويل. الدخان بضرب بالمرأة الحامل بالجنين. صحيح؟ شفت المبدأ أو الفكرة اللي ورا الصورة؟ هاي الصورة. إنه سكر دانك؟ إذا ما تنقل من عادي. الحيطان إلها ذنين. حيطان إلها ذنين. أظن ممكن زي مثلا انك تحول مثل شعبي لصوره زي كيف او ممكن ما عندي مشكله، بس هاي انه انت مخه مسكر، انه خلص ما بسمع حكي، مخه محجر بنسميها. طيب هاي مثلا الكراسي لها رجلين. اوكي ده. بس زي مثال. بس بدي اعطيكم هون المبدا، اذا اعطيتني صوره ما قدر المعظم يحكم على رسالتها، هاي صراحة تعتبر فاشلة. تمام؟ فبدي ننتبه لهي الشغلة، مشان هيك قلت لكم بدها تخطيط يوم قبل التصوير. فصورة زي هيك ما تزعل لما أجي أقول لك إنه هاي الصورة فاشلة مش واصلة الرسالة. يعني في معظم الصور رسالتها خلاص بنقدر، مثلا زي هاي، هاي إيش الصورة؟ مرح الحياة الإنسان. صح؟ ولد صغير بحبي وقف صازر ومات آخر إشي. لايف كتب العنوان. أو بتعرفوا لا ما بدي كلمات، استنوا لا هيك راح أخرب الدنيا، فقط مسموح اسمك، ممنوع أي كلمات. تمام؟ لأنه في ناس راح يكتب لي كلمتين راح يصفي قصيدة، بدناش نوصل لهاي المرحلة. خلينا نشوف مثلا هاي. شو هاي تتوقعوا؟ فيها رسالة؟ إنه بواسب حاله؟ انه هو وحيد صح؟ عنده بعض اللي تبون توحد صح؟ ممكن. شكرا. هاي نفس الاشي، انه حدا زعلان بس بيخبي زعله بين انه هو مبسوط. شكرا. لا. كل شكرا ثانية بحس انه وانه في ناس تضغط عليها بالضبط، انه الناس بتحكي على لسانك انت شو بدك تحكي. ممكن. شكرا. خلينا ناخذ مبدأ هاي مثلا. أوه. صح؟ هاي تصوير وفكرة 100%. هاي جميلة جدا. بنترست مليان بهاي الأشياء، اعتمدوه. بحث عشان بالبحث. هذا الستايل شو اسمه بالضبط؟ conceptual art، الفن مش المفاهيم، مش
كونسبت كونسبت يعني مبدا فكره اظن ترجمته بالعربي تصوير المفاهيم بس ما بيهمني بالعربي صراحه يعني كونسبتشوال كونسبت ايش الكونسبت ورا الصوره طلع هاي محلاها احكي لي شو هاي قنبله بس ايش انه البيبسي انه البيبسي لا هاي بيقول لك لا تقتل الكوكب انه هاي الاشياء زي القنبله اللي بتفجر الكوكب طيب دعم الفولو لهذا الاكونت ادز اوف ذا وورد هذا اجمل اكونت اعلانات بالعالم طلع هاي ايش هاي بنتول غير البنتول وقلم شكل قلم صح هاي اللي حرية التعبير حرية التعبير شكرا صحيح شفتوا محلاها شفتوا المبدأ صحيح انا بعطيكم يوم كامل تفكروا فيه ريو انا ما بعرف عندي مداخله صغيره يعني حاسس انه هذا النوع من التصوير او هو فعليا بده فوتوشوب بده يعني أكيد. 75 ل 90% بده فوتوشوب ممكن طبعا هيك ممكن طبعا زي ما عملته بالفيوتشرزم والفينتج اذا ما بتعرف بالفوتوشوب بدك تعمل بالواقع اللي عندك يعني احنا ممكن نرسم مثلا اشي في ايدنا عاد ما نحتاج فوتوشوب او ممكن نجهز السيت اب بحيث انه يكون فوتوشوب اشي خفيف يعني اي حدا ما بيستخدمه بس بشرط اذا بدكم تستخدموا الفوتوشوب بده يكون اشي متقن لو سمحتوا اوكي ما اذا ما بتعرفوا او ما بدكم تستخدموا الفوتوشوب كمان انتوا حرين بس رجاء نركز على النقطه كل ما كانت الصوره بسيطه والرساله قويه زي صوره القلم المقيد هاي تحفه وسكامبر كثير راح يساعدكم طيب نحكي هلا عن التحدي هو ما في تحدي 30 عرفتوا يعني التحدي ال 22 راح يكون صوره سكتش وتطبيق الصوره فمشان هيك اذا بتقولوا لي ملحق ما لا بتلحقوا ما تخافوا اربع صور راح يكون صح صحيح 100% هذا يعني يوم العيد راح نصور ليه انت فاهم استنى شوي هلا انا بدي احسب لكم اياها يعني اربع سكتشات واربع صور هيك اصلا بس عادي ممكن نخلي العيد صحيح امورنا تمام احنا ايش اليوم العيد ما نصور فيه احنا ايش اليوم احنا اليوم 8 ضل 8 يعني احنا 14 صح مزبوط متى العيد هو راح يكون احنا 14 23 رمضان بس ثواني احنا متى العيد عندكم عيد الفطر غالبا الجمعه غالبا الجمعة يعني معنا يوم 2 3 4 5 6 معناته راح يكون معنا ثلاث تحديات مش أربعة تمام تمام حبايبي لأن أنا بالنسبة ما علي مشان نختمها ختامها مسك طيب نركز هلا بالتحدي ال 22 يا حبايبي ترى مطلوب منك صورة أو بوستر بغض النظر عن الوقت بس بعرفش انت بدك ايش الجمله شو الرساله بس بدي تحدد لنا التايبس ايش هو انت راح تحدد لنا يعني عنوان الصوره طبعا مش فري خلينا لا طبعا كيف بده يكون في منافسه هيك فالثيم او على الاقل لازم تحكي عن الوقت بدك تعبر عن الوقت بصوره اوكي بشرط صحيح كل المرحله السادسه ممنوع استخدام عناصر بشريه ممنوع لا ايدين لا وجه ولا اي اشي بشري اشكال طاولة رسم اللي بدك اياه لكن ممنوع استخدام عناصر بشرية حتى لو كان كرتوني ايش هو ايش يعني كرتوني ما فهمت يعني الفكتور بكتور لبني ادم حتى لو الفكرة بديت لانه هذا اشي كثير صعب مثلا الوقت ممكن تخلي واحد يطلع الساعة بما انه عم بتطلع الساعة معناته بدناش هذا الاشي استخدام العناصر البشرية كثير بيسهل من التحدي يعني لا عناصر بشرية ولا كلمات في كيف كنسب نزل استخدام حكيت فيش اشي بشري ايش حبيبي وموجود خطر لي ثلاثة افكار شفتهم عم بنص عن الموضوع بدون استخدام بشري برضه ما في مشكلة صحيح حكيت فيش استخدام بشري استنوا ركزوا معي في شرط كمان اخير خليني هلا برجع بعيدهم كلهم إذا الفكرة كانت موجودة على الإنترنت راح يتم الإقصاء مباشرة ولا جائزة ولا مشاركة بالمعرض انتبهوا فرجاءً
قبل ما تنزلوا السكتش بكرة على الانستغرام بتدور على الانترنت اذا في اشي شبيه، لو سمحت غير فكرتك مباشرة. ما بدي نقعد بموضوع احراج، والله انا قريب منها ما لقيتها. ريح حالك من هسه ودور على الانترنت، اذا لقيت اشي شبيه فورا غير فكرتك لو سمحتوا يا حبايبي. لازم الاشي يكون من عندك، من تفكيرك الشخصي. المواقع اللي ندور فيها عشان نتأكد انه فكرتنا مش موجودة غير بنترست على الانترنت على جوجل. اوكي. طب اليوم معلش سؤال. طبعا. هلا فعليا نحن راح ننزل اول شيء السكتش، تمام؟ فتقييم 100% راح يصير على السكتش، ما هيك؟ على الفكره. لا لانه ما تاخذني يعني المتنافسين راح يشوفوا سكتشات بعض، لا والتنفيذ ثاني يوم راح يكون مختلف عن السكتش، يعني هو اكيد نفس الفكره بس ما انا حكيت لك التنفيذ بيكون ملتزم بالسكتش. انا قصدي مشان ما يصير في تشابه افكار، عرفت كيف؟ أو تعديل بسيط على السكتش بتاني يوم عن التنفيذ. لا حكيت لازم الالتزام بالسكتش، لازم الالتزام بالإشي اللي رسمته. التقييم على السكتش يكون. إيش هو؟ التقييم راح يكون على السكتش. لا على الصورة، ليش على السكتش؟ بس إنه السكتش بدك تلتزم فيه. السكتش أنا ليش طلبته قبل؟ مشان أقدر أنا أشوف إنه أنتوا عاملين هذا الإشي بدك تلتزموا فيه. لو حكيت لكم إنه ما في تنزيل بوست وخلص أنتوا أرسموا، راح تأجلوا كل إشي لثاني يوم. تمام؟ قصدي إنه فعليا المنافسين راح يشوفوا سكتشات بعض. طيب. تمام؟ وين يشوفوها عادي؟ سؤال، السكتش بده ينزل ستوري ولا أنجل؟ لا بوست، بده ينزل بوست زي البقية من الساعة 6 للساعة 7. بس خلي بلال يكمل ثواني. اه بلال آه يعني بدنا ننزله بوست ونعمل لك منشن صحيح على صفحتنا. صحيح 100% عادي، نفس البوستات عادي نفس كل يوم. ان شاء الله تعالى. بلال ايش سؤالك عفوا؟ انا قصدي انه فعليا اول يوم راح ينزل السكتش، تمام؟ المنافسين اكيد راح يشوفوا سكتشات بعض، فثاني يوم التنفيذ اكيد راح يكون مطابق للسكتش، بس اللي راح يصير فعليا انه اكيد السكتش ما راح يكون واقع مثل التنفيذ على الفوتوشوب، او انك بعدين تدور على ساعه وتدمج معها فكره او مبدا، بس قصدي انه راح نشوف نحن افكار بعض، فانا ممكن بكل بساطه تجيني فكره بعد ما اشوف سكتش حدا من زملائي. بس ممنوع تبعد عن السكتش تاعك. اضيف هيك إشي صغير مثلا، عرفت كيف؟ بس قديه نسبته راح تكون كثير ضعيفه، يعني مثلا الوقت كالسيف هاي انا متاكد بكره الكل راح يعملها مثلا. لا بس السكتش مستهلك. لا هاي الجمله رساله بس كمان حاولوا تدوروا على اشي مميز، اشي يكون فعلا غير. انت لا تنسى عندك منافسين، عندك 30 واحد، فحاول تبعد عن مثل شعبي. اقول لكم من هسه مشان ما توقعوا ويكون شبه بعض، لانه اكيد اكيد راح يكون تقييمكم اقل من اللي مميز بفكره مختلفه تماما، عرفت كيف؟ طب تجنبا هذا الشيء شو رايك اياها رساله خاص لك والتنفيذ بينزل بعد بيومين؟ طبعا السكتشات بتكون بنفس الوقت، نبعث لك اياها رساله من 6 للـ7 والتنفيذ خلاص بينزل بعدين. لا نزل بوست عادي، خليك منافس قوي ما تخافش. خلاص دنيا سيدي. تمام. سوري ايش فكرة صعبة ما دام احنا نزلنا البطاطا اللي بدنا نعملها. صعب صعب تغير، راح يبين فورا. اوكي بس استنى خليني اكد. احكي لي بكره رسمة مش صورة، بكره رسمة يعني. السكتش رسمة. مستحيل. بكره الفكرة. بكره الفكرة. طب ولي ما بعرف نرسم. مين؟ ولا واحد فيكم ولا انا بعرف ارسم، يعني مثلا اعطيكم مثال شوفوا. سكتش. شايفينها هاي هذا خرابيش، بس انه واضح انه في وجه وايد مسكت خاتم مثلا باب، او هي رمت اشي من الباب، فهي بس مشان تبين الفكره. وهيك هيك الستوري بورد لكل الافلام حتى الاحترافيه، بس هنا بيكون في رسام بيكون السكتشات تاعته ادق اكثر، لكن انت مش ضروري يكون اشي جدا احترافي، انت بس بدك يبين المبدا وقت الرسم. تمام؟ خلينا يعني بكيف نوصل الفكرة؟ طبعا ليو سؤال، قل لي هسه رسم ولا كتابة؟ رسم، لا رسم مش كتابة. تمام اوكي، كتابة بتقدر تكتبها بالبوست ما عندي مشكلة، بس رسم بدي تتعلموا مهارة الستوري، هاي بنسميها ستوري بورد.
لوح القصص، بس عادة نستخدمها على أشياء أوسع للأفلام عشان بدنا نصور مقاطع وأكثر من زاوية، عرفت كيف؟ لسه بدي أحكي لك فتنا مجال لصناعة الأفلام كأنه هي الستوري بورد لكل شيء. أنا لما يكون عندي تصوير طعام أو منتجات، لو عندي صورة واحدة خلص برسم لها لو سكتش بسيط مشان أجهز حالي للتصوير لبكرة. يعني عادي ممكن هي تكون فود فوتوغرافي، ها فود فوتوغرافي ستوري بورد. عادة نجيب كمان صور من الإنترنت. فيش حدا راسم ولا في عنا إياد شمية بالأردن لازم تتابعه وبرسم كمان قبل ما يصور. أنا كاتب بشغلة شكلي فود فوتوغرافي ستوري بورد فود فوتوغرافي ستوري بورد. هاي المهارة ضروري تتعلموها حبايبي للأشياء الصعبة اللي بدها تجهيز. فيش ولا أي ستوري بورد على الإنترنت ولا لوي. أتوقع لأن التصوير الطعام بيجيبوا صور من الإنترنت وبيحاولوا يقلدوها وخلص ما برسموها بديهم. نادر ما لاقي حدا برسمها مع إنه حرام. هات نشوف برودكت فوتوغرافي. بس مين عنده كمان سؤال من قبل ما أكمل؟ بتعب على صورته ببين من اللي أكيد بيجيب صور من النتب. أكيد أكيد بيقدر. أكيد بتفرق معه أكيد. بس بدها وقت، بدها وقت كثير طويل. يعني راح تمزعوا دفتر كامل وانتوا بس عم ترسم بسكتشات. مش عارف مش قادر ألاقي صراحة ستوري بورد. ليه أنت الصورة الأولانية اللي حطتها أنا ما عرفتها ما شفتها لأنه ما كانت شغالة عندي الشاشة. هلا ببعثها على إنستغرام. استنى شوي. الصوت بقطع اللي عم بحكي هسه مش سامع. عادي بالناس عم بيقطع مزعوا دفع. ما هو راح تتعبوا. اوكي يا ما مزعني وقفت على هاي ما وقفت على هاي صحيح. سليم كيف ممكن نتاكد انه الصوره ما في موجود زيها؟ دوروا، حاولوا تدوروا على الانترنت لانه بكل بساطه اذا انتم ما لقيتوها مستحيل انا الاقيها. يعني يا حبايبي ما تخلوني اوصل لمرحله يكون فيها احراج اقول لك والله هاي هيها شبهها، حتى السكتش شبه الصوره. يعني احتماليه حدوث هذا الاشي زي احتماليه انك تربح يا نصيب. اذا عندكم اي سؤال لو سمحتوا تبعثوا لي على الخاص للجروب نهائي، ما تبعثوا عليه ولا باي شكل. خلص خلي المسجات مني بس انا من الدكتور محمد. واذا اضطريتوا تسالوا بعد ما يجاوب سؤالكم اشطبوه فورا. وفي جروب محادثة رحاب، في ناس مش قادر يدخل على الجروب فياريت تضيفيهم. يعطيكم العافية وبكرة من الساعة 6 للساعة 7 معكم حبايبي حتى تنزلوا السكتش ضروري. يعطيكم العافية حبايبي. مع السلامة. شكرا شكرا. هلا هلا.